حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا. أتمنى يكون بداية أسبوع سعيد عليكم، وكل الحب والسعادة لقلوبكم الجميلة الطيبة. طبعا كالعادة حدوتة جديدة. الحدوتة هي الديب والخرفان السبع. يا ترى عملوا إيه سوا؟ تعالوا نشوف ونسمع ونستمتع ونستفيد. هنحكي الحدوتة مع أصدقائنا في الاستوديو. يا ترى اسمهم إيه؟ تعالوا نتعرف عليهم. اسمكوا إيه؟ اسمك؟ ها؟ كريم. هنحكي الحدوتة مع أصدقائنا الديب والخرفان. فاصل صغير ونرجع، استنوني. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في نعجة أم وعندها سبع خرفان صغيرين. كانوا بيعيشوا في بيت جميل جدا في الغابة. كل يوم الصبح الأم تطلع عشان تروح تجيب لهم الأكل، تقول لهم خلي بالكم من الديب، اوعوا تفتحوا لأي حد، خلي بالكم من الفرق من صوتي وصوته، صوت الديب غليظ صوته وحش، خلي بالكم منه لو فتحتوله هياكلكم، ولون الديب اسود اما لوني انا ابيض. يقولولها حاضر يا امي ما تخافيش. تروح النعجة الام تجيب الاكل وترجع تخبط على الباب، تقول لهم افتحوا يا ولادتي البرسيم على قرونتي. يفرحوا اولادها ويطلعوا يجروا بسرعة ويفتحوا لامهم الباب. وتاني يوم تخرج الام عشان تجيب لهم الاكل وتقول لهم خلي بالكم من الديب المكار، ابو صوت غليظ صوته وحش ولونه اسود، اوعوا تفتحوا الباب هياكلكوا. يقولوا لها حاضر يا امي ما تخافيش. ترجع الام من بره ومعاها الاكل، تخبط على الباب وتقول لهم افتحوا يا ولادتي البرسيم على قرونتي. يفرحوا اولادها ويجروا يفتحوا الباب. وفي يوم من الايام الديب المكار كان بيراقب البيت بتاع الخرفان، وشاف النعجة الأم وهي خارجة من البيت الصبح بدري وراح تجيب الأكل لأولادها. مشي بشويش بشويش لحد ما وصل لبيت الخرفان وقال لهم أنا أمكو افتحوا الباب. قالوا له لأ، أنت الديب هتاكلنا، صوتك غليظ ووحش. راح الديب غاب شوية ورجع وغير صوته، خلاه ناعم زي صوت أمهم وقال لهم افتحوا الباب أنا أمكم. قالت الخرفان الصغيرة تعالى قدام الباب عشان نشوفك. بصت الخرفان الصغيرة من فتحة الباب، قالوا لأ مش انت، أمنا لونها أبيض وانت لونك أسود. بسرعة راح الديب ودهن جسمه بالدقيق وبقى لونه أبيض زي أمهم بالظبط، وراح للخرفان الصغيرة يقلد صوت أمهم الناعم وبقى لونه أبيض زيها تمام، وقال لهم افتحوا يا ولاد أنا أمكم وجبتلكم الأكل. بصوا الخرفان الصغيرة من فتحة الباب لقوه شبه مامتهم بالظبط، ففتحوا الباب. أول ما دخل الديب الخروف الصغير خالص شاف ضوافره الكبيرة، عرف إنه الديب ومش أمه. جري بسرعة استخبى في صندوق صغير، والديب بلع إخواته الخرفان كلهم. والديب فضل يدور ويدور على الخروف الصغير، ملقاهوش، فساب البيت ومشي. ورجعت النعجة الأم لقت باب البيت مفتوح وكل حاجة واقعة في الأرض والدنيا ملخبطة خالص. قعدت تقول ولادي فين ولادي، وفضلت تدور تدور لحد ما لقت الخروف الصغير مستخبي في الصندوق.
قالت له فين اخواتك وايه دخلك في الصندوق الصغير؟ قال لها الديب بلع اخواتي وانا جريت بسرعة واستخبت في الصندوق. قالت الام طب خليك انت هنا وانا هروح انقذ اخواتك. بسرعة الام خرجت راحت تدور على الديب في الغابة ولقيته نايم تحت شجرة جنب النهر وبطنه كبيرة جدا لأن أكل كل أولادها الخرفان الصغيرين، ولقت أولادها بيتحركوا جوه بطن الديب. قالت الحمد لله ولادي لسه بخير أما ألحق أنقذهم. بسرعة صحت الديب وقالت له الحق في ديب شبهك عاوز ياكلك. قال لها مين الديب ده وفين؟ قالت له تعالى شوف بسرعة قبل ما يمشي، وأخدته على النهر اللي قدامهم وقالت له بص في المية كده هو مستخبي تحت. بص الديب في المية شاف ايه؟ شاف صورته، لكنه افتكر انه هو ديب تاني شبهه ومستخبي تحت المية. قالت الام شفت هو مستخبي لك عشان يظهر فجأة وياكلك. قال لها طب وبعدين انا خفت قوي. قالت له تعالى نشرب مية النهر دي انا وانت عشان هو يظهر وانا وانت نضربه ونطرده من الغابة. قال لها موافق يلا بينا نشرب المية. النعجة الام حطت بقها في المية لكن ما شربتش حاجة، والديب اللي فضل يشرب 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 لحد بطنه ما اتملت مية وما بقاش قادر ياخد نفسه. راحت الأم رفعت قرونها الكبيرة القوية الحادة وراحت ضربة الديب في بطنه. اتفتحت بطن الديب وخرجوا أولادها مع المية اللي شربها الديب، وقدرت النعجة الأم تنقذ أولادها ورجعت بيهم البيت وهم بخير وسلام. ورجعوا كعادتهم الأم تخرج الصبح بدري تجيب الأكل وترجع تقول افتحوا يا ولادتي البرسيم على قرونتي. توتة توتة فرغت الحدوتة. فاصل صغير ونرجع نشوف تعلمنا ايه من حدوتتنا مع اصدقائنا في الاستوديو. عجبتكم الحدوتة؟ حلوة؟ تعلمتوا منها ايه؟ ما نفتحش لأي حد البيت غير لما اتأكد ان هذا احنا نعرفه ولا لا. علي صوتك. ها قولي تاني. برافو عليك. ان احنا ما نفتحش الباب لأي حد غير ان احنا نعرفهم بس. برافو. ها ايه تاني؟ وكمان ان احنا يعني ها لو مامتنا قالت لنا حاجة ما نعملش غير لما تقول لنا ونتأكد كويس ان هي مامتنا. برافو عليك. برافو. نسمع كلام ماما. برافو. ها انت يا كندا يا كندا. طيب نقول لأصدقائنا في البيت اتعلمنا ايه؟ ننتبه اكتر على نفسنا ونكون حذرين وناخد بالنا من نفسنا كويس، ومش اي حد نمشي معاه ومش اي حد نفتح له الباب باب البيت، صح؟ اما الخرفان رجعت مع مامتهم للبيت، مامتهم رجعتهم بايه؟ بالذكاء والحيلة، ما رجعتهمش لا بالعنف ولا بالشدة. اي مشكلة تقابلنا مش العنف والشدة هم اللي هيحلوها، الذكاء والحيلة. نشغل عقلنا حبة صغيرين وهنقدر نحل كل مشاكلنا. هو ده اللي استفدناه من القصة. تمام. دلوقتي هنقدم فقرة عن الحيوانات. تحبوا الحيوانات؟ نعم. هنعمل فقرة عن الكوالا.
تعرفوا ايه عن الكوالا؟ يعيش في قارة استراليا. برافو. وبينام 18 ساعة. ها. وبيصحى 4 ساعات. بينام على شجر وبياكل شجر الكينة. شاطر. بياكل. ماشي هنقول تاني، هنقول في المعلومات الجديدة اللي معايا. ها. وكمان ان هو ما عندوش ديل وعنده ديل جوه بطنه. ها. يشيل فيه الديل التاني. برافو عليك. ها. وانتي يا كندا تعرفي عن الكوالا؟ ها. تمام. طب اسمعي معانا معلومات عن الكوالا، ماشي؟ وشوفي معانا الفيديو هتستمتعي كتير. حيوان الكوالا من الحيوانات الملفتة جدا للنظر، واللي بينجذب ليها العين بشكل كبير. حيوان الكوالا من الحيوانات اللي بتنتمي لفصيلة الجرابيات زي الكنجرو. ويتميز حيوان الكوالا بالعديد من الصفات، ويتميز بأنه له أذنان مستديران وبيضوية، ويتميز بصورة دائمة بمعانقته للأشجار. يعيش الكوالا في قارة استراليا ولا يتواجد في أي مكان آخر من العالم، لأن البيئة دي هي اللي بتتناسب مع طبيعته. يحتوي الكوالا على جيب في جلده مثل الكنجرو، يحمل فيه صغاره لحمايتهم من البيئة المحيطة. حيوان الكوالا من الحيوانات الكسولة جدا، ويقضي أغلب وقته في النوم والأكل. تتميز ذكور الكوالا بأن وزنها أكبر من الإناث بما يقارب الضعف تقريبا. لون الكوالا يتراوح بين لونين، الرمادي الداكن والبني المحمر. يمتلك حيوان الكوالا مخالب حادة طويلة وكبيرة، وهي اللي بتساعده على تسلق جذوع الأشجار. الأذنين عند الكوالا حجمها كبير ورقيقة، لأنها بتعطي له القدرة على حاسة السمع القوية. حاسة الشم عند الكوالا قوية وبتعوض ضعف البصر، لأنه بيقدر يشم ريحة الأشجار اللي بيتغذى عليها ويعرف الخطر عند اقترابه. يقضي حيوان الكوالا 3 ساعات تقريبا يوميا يتناول غذائه، وبيكون وقت تناول الغذاء غالبا في الليل بعيدا عن أشعة الشمس. يتغذى حيوان الكوالا على أكثر أوراق الأشجار المحببة له، وهي أوراق شجر الكينة، وهي بتحتاج وقت كبير لهضمها. تقضي أنثى الكوالا في حملها 35 يوما لتلد صغير جدا جدا جدا، ويظل مولود الكوالا في جيب أمه حتى يكبر ويمتلئ في الوزن، ثم يخرج للطبيعة ويعيش فيها. من أغرب المعلومات بقى عن الكوالا إن عنده بصمات صوابع شبه بصمات صوابع الإنسان بالظبط، وبيحب جدا أوراق الشجر السام، وهي أوراق شجر الكينة، وبياكل منها كيلو تقريبا في اليوم. ربنا يديله الصحة. عجبتكم الفقرة؟ تحبوا حيوان الكوالا؟ في ناس كتير بيربوه في البيوت زي القطط والكلاب كده، عارفين كده؟ أنا عارف، بس حاسس إن هو هيخوفني. هيخوفك؟ لا، هو ظريف ولطيف خالص. أرجو كمان أصدقائنا في البيوت تكون عجبتهم الحلقة. نشوفكم إن شاء الله الجمعة اللي جاية، استنوني.